بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن تشغيل الملفات الصوتية في بايثون. في السطر الأول بنكتب from play sound import asterisk أو play sound. في السطر اللي بعده بكتب play sound شغل صوت و باخد هنا براكتس واكتب اسم الملف الصوتي اللي هيشغله، مثلا نضغط له نقول له كاردس دوت ام بي 3. ولازم يكون اسم الملف الصوتي في نفس المجلد اللي انا بشتغل منه اللي انا واقف عليه في برنامج بايثون شارب، ونضغط مفتاح رن. بيبدأ هنا شغل، تسمع صوت الملف الصوتي اللي شغال حاليا. ده كان بالنسبة لملف MP3. لو عايز توقف الملف الصوتي اللي بتشغله اضغط stop يقف. ممكن اكتب اسم ملف تاني، مثلا فارسي من نوع تاني ويف، في نفس المجلد نشغل. ده ملف ويف قصير جدا بشغله على سبيل التجريب. ده كان بالنسبة لمكتبة بلاي ساوند. هناك أيضا مكتبة اسمها وين ساوند، ممكن من خلالها أشغل الملفات الصوتية. بنكتب هنا عبارة import وين ساوند. نفس الكلام، إذا وجدت خط زجزاج لونه أحمر تحت كلمة وين ساوند معناها ان محتاجه يتعمل لها انستولينج، فبتضغط على انستول لما بتقف عليها بالفاره فتره، وبيظهر هنا ايضا في الجزء ده ان محتاج تعمل انستولينج لوين ساوند. بنكتب هنا وين ساوند، لكن قبل ما اكتب وين ساوند بشوف الملف اللي انا هشغله، فبكتب مثلا فايل نيم، اضع في متغير باسم فايل نيم، واكتب اسم الملف مثلا وليكن الملف اسمه horsey.wav، وضعته في اسم متغير اسمه file name. بعد كده بنكتب when sound dot، واختار هنا play sound، play sound والبي تكون capital، ونكتب هنا اسم الملف الصوتي المتغير الخاص به file اسمه file name و ونكتب when sound، ونختار نوع الملف اللي هنشغله نقول له ساوند فايل نيم اللي هو عندي ده ساوند فايل نيم، ونضغط مفتاح ران تشغيل. بنجده هنا بيشغل نفس الملف الصوتي اللي في نفس المجلد الحالي اللي انا شغال منه. ده بالنسبة لتشغيل الملفات الصوتية. ممكن ان انا ايضا احذف متغير الملف الصوتي، المتغير احذفه من هنا واحذفه ايضا من هنا، واشغل مباشر على طول ان انا اسحب الهورسي ويف اسم الملف الصوتي هنا بين السنجل كوتيشن او دبل كوتيشن، واضغط مفتاح تشغيل. اي ممكن ان انا الغي دي واشتغل مثلا اصوات خاصه بالويندوز حسب تردد ومده معينه، بس من خلال بيب، الصوت بيب اللي هو بيحدث من الويندوز اللي احنا عارفينه، وده ممكن استخدمه لما اعمل تشغيل للروبوت في الذكاء الارتفيشال انتليجنس، في الذكاء الصناعي او في برامج الذكاء الصناعي اللي انا هعمل للروبوت، بحيث انه يصدر اشاره لما السنسور يحصل اضاءه او يحصل تشغيل، او فيه عندي مدخل في السنسور ايا كان نوع. بنكتب مثلا اسم التردد هنا مثلا وليكن 1000، ومدة الصوت اللي هيصدره نقول مثلا ثانية، 1000 ميكرو من الثانية، 1000 ميكرو سكند، وبنضغط ران. كده شغل الصوت لمدة ثانية. لو عايز مدة ثانيتين فبنكتب 2000، ننفذ. لو عايز 3 ثواني تغير 3 ثواني، 4 ثواني
كما ترى لك. فبقول له مثلا هنا هتشغل صوت لمدة ثانية، معناها 1000 مايكرو مللي سكند. نقطة في العبارة اللي بعدها، ممكن أغير التردد، مثلا بدل ما يبقى 1000 يكون التردد 2000، التردد الصوتي 2000، ويشغل لمدة ثانية اللي هي 1000 مايكرو مللي سكند. اتنين، نشغل نضغط مفتاح ران. لو عايز إن أنا أغير التردد مثلا من 2000 ل 3000، في العبارة اللي بعدها بغير 2000 إلى 3. لو عايزها 4000 ممكن أخليها هنا 4، ممكن هنا أخليها 5 6، سبعة، ثمانية، تسعة، ونشغل ونشوف الصوت هيكون ازاي. لاحظنا ان في اختلاف في التردد الصوتي اللي هو في القسم الاولاني من شارب بيب، والجزء الثاني اللي هو خاص ب مدة تشغيل الصوت. يعني ممكن بدل ما تكون 1000 ممكن اخليها 1000 هنا ثانية. لو عايزها نص ثانية بتكتب هنا طبعا 500، هنا 500، وممكن يعني ابدل في فترة تشغيل الصوت. ونشغل نلاحظ هنا المدى اللي هيشغل فيه، او مدى التردد اللي هنشغل فيه الصوت. لو عايز تعرفه من كام لكام، فبكتب مثلا هنا اكتب 5، هيصدر ليا خطأ حالا. قال لي هنا إشارة بيب أو الصوت بيب اللي من داخل ويندوز اللي أنت حضرتك كاتبه من 5 ل 500، قال لي الفاليد هنا فاليو ايرور، خطأ في القيمة. الفريكوانسي التردد ماست بي ان 37 ثرو 32767، يعني التردد من 37 حتى 32767، يعني يتراوح في هذه القيمة. يعني القيمة التردد اللي أنا أكتبه هنا لا تقل عن 37 ولا تزيد عن 32767. أما الجزء الثاني ده خاص بمدة تشغيل الصوت. يعني ممكن أغير دي أخليها 32000، ونجرب نضغط رن كده اشتغل معايا. ممكن أخليها 37 ونضغط اشتغل معايا، وهكذا. المهم تضع قيمة تتراوح ما بين المدى الفريكوينسي اللي احنا قلنا عليه من 37 الى 32767. لو وضعت مثلا نقول 15000، بيضع لي اصوات. طبعا الاصوات هنا بتختلف على حسب التردد اللي حضرتك بتختار. ده كان بالنسبة لتشغيل الملفات الصوتية باستخدام بلاي ساوند وباستخدام وين ساوند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.